السلام عليكم، أهلا بكم السادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج شاهد، وهذه هي الحلقة الرابعة مع ضيفنا اللواء بالجيش الليبي السيد محمد بشير. أعود وأرحب بك أستاذ محمد معنا في هذه الحلقة. أوضحت في الحلقة الماضية كيف تشكلت لدى عدد من ضباط الجيش الليبي الدوافع للتفكير في تغيير النظام بعد سلسلة من الهزائم في تشاد، ثم أيضا إقحام ليبيا في مواجهة الغرب. هذه المواجهة كانت أبرز محطاتها تفجير ملهى برلين والغارة الأمريكية في العام 86، ثم أيضا تفجير طائرة لوكوربي في 88، وتوجه أصابع الاتهام نحو نظام القذافي، ثم فرض الحصار على ليبيا بتبعاته. تجسد تقريبا هذه الدوافع حالة خلقت إرادة فعلية للعمل والتحرك بدأت مطلع التسعينيات بشكل حقيقي. كيف كانت البداية؟ بسم الله. البداية كانت في أواخر الثمانينات، يعني 89 بداية 90، اجتمع أربعة من الضباط، المقدم شتاوي مفتاح، الرائد عبد الله الواعر، والرائد عبد السلام الواعر، والنقيب في ذلك الوقت سالم الواعر. اجتمعوا وتبلورت كل لقاءاتهم السابقة على أن حان الوقت للبدء في تنظيم. للمعلومية أن هؤلاء الضباط منهم من يتبع الردع، منهم من يتبع الحرس، ومنهم من يتبع الفوج التاسع، وهي أجهزة ذات مكانة أو ذات قدرة على التحرك. استمر الأمر بنوع من التريت إلى سنة 1990. في ذلك الوقت كان العقيد مصطفى بالقاسم، اللهم اغفر له ورحمه، كان في دورة قيادة وأركان في سوريا، وكان رائد عبد السلام الواعر في ذلك الوقت أيضا من ضمن المتواجدين في بين سوريا ولبنان، باعتبار أن كانت الكتيبة كتيبة علي بن أبي طالب هي أحد الكتائب اللي كانت موجودة في البقاع. ثم بعد انسحاب القوات الليبية من 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 لبنان، تمركز في قضية التنسيق مع التنظيمات اللبنانية. فتح العقيد مصطفى بالقاسم بالأمر، وحقيقة من البداية كان فينا تجاوب. نرجع هنا إلى العقيد مصطفى بالقاسم. العقيد مصطفى بالقاسم كان في متمركز في الكفرة في أوقات معينة، كان هناك مجموعة من الضباط أيضا كانوا موجودين في الكفرة، أيضا نفس المجموعة اللي تكون منها أو فاتحهم العقيد مصطفى بالقاسم كانوا متواجدين في الكفرة، بالإضافة إلى أنهم تواجدوا في فترات مختلفة داخل تشاد. في الكفرة تقصد فترات بعيدة في فترة الثمانينات، في فترة الثمانينات يعني 84 85 86 كان تواجد طبيعي، يعني تواجد في ذلك الوقت كان الضباط يتم نقلهم من مكان لمكان حسب تخصصاتهم. لما رجع عبد السلام الواعر من لقاء في مع العقيد مصطفى بن قاسم، فتحت انا في أواخر 91 بداية 92 بهذا الموضوع، بموضوع تشكيل تنظيم عسكري يهدف إلى إسقاط نظام معمر القذافي. التنظيم اعتمد المجموعة. خليني بس نوقف معك لحظة سيادة اللواء، كيف بدأت مفاتحتك بهذا الحراك اللي الآن على ما يبدو أنه واخذ شكل مجموعتين وليس مجموعة واحدة؟ هو في بداية الأمر لم تكن هناك مجموعتين، كانت مجموعة واحدة في البداية، الفكر التفكير كمجموعة واحدة، لأن لما فتح العقيد مصطفى بالقاسم لم يكن عنده مجموعة في ذلك الوقت، فتح كشخص، وهو بعد رجع من 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 دورة القيادة والأركان بدأ في مفاتحة الضباط اللي له بهم علاقة جيدة. بالنسبة لي لأن كانت تربطني علاقة جيدة مع الـ مع الـ مع الـ المرحوم رائد عبد السلام الواعر، وكنت أيضا من المترددين على سوريا، باعتبار أن في فترة معينة كنا في رحلات من طرابلس إلى دمشق بمعدلات مختلفة، وكان كل ما نسافر لدمشق
في البداية حتى لما كان الرائد عبد السلام الواعر كان موجود في لبنان كنت نمشي له، وفي لما كان في دمشق كان اللقاء أسهل وأكثر. فهذه المفاتحة لا تمر، ما هيش مجرد أن واحد نعرف واحد، مرت بمجموعة من المراحل. المراحل الأولى جس النبض، المراحل الأولى معرفة توجهات الشخص اللي هو توجهات ينيش بفاتحة، أيضا القدرة والإمكانيات، أيضا الدور المطلوب من الشخص اللي يفاتح. وهذا نفس الكيفية اللي تم معي أنا بهذه الكيفية، يعني مثل ما كان اللقاء مع العقيد مصطفى بن قاسم في دمشق، كان اللقاء مع كل من تم ترشيحهم في هذا الموضوع. هذه بالنسبة للمجموعة، أول تكوين التنظيم كان يقتصر على مجموعة بسيطة، ثم بعد ذلك توسع التنظيم بالذات بعد مفاتحة العقيد مصطفى بن قاسم، بدأ التنظيم في التوسيع خاصة على مستوى مجموعة المجموعة الأولى. تم مفاتحة الرائد مفتاح بحر من الحرس، وأيضا تم مفاتحة سالم، بعض الأسماء لازم نأخذها من المذكرة، لأن سالم الواعر لا الأسماء اللي تم مفاتحتها سالم العكرمي كان آمر الكتيبة 52 تتبع الفوج التاسع، أيضا الرائد في ذلك الوقت محمد عبد الرحمن آمر كتيبة مشاة حرس، والرائد علي حسين آمر كتيبة تتبع الحرس في مدينة صبراتة، والنقيب في ذلك الوقت عمر البيوني من المدعية الفوج التاسع، والإضافة إلى الرائد رمضان نصر اللي كان في عمليات الحرس. هذه المجموعة هي اللي شكلت العمود الفقري في المجموعة الأولى. ثم بعد رجوع العقيد مصطفى بن قاسم من دورة الأركان، بدأ هو في تكوين مجموعته، واعتمد اعتماد كبير في تكوين مجموعته على المجموعة اللي كانت معه في الكفرة في الثمانينات. نذكر منهم على الأقل المقدم محمد اللافي، وهو كان ضابط مدفعية في الكفرة، كان ضابط مدفعية، لما رجع لطرابلس قعد في إدارة المدفعية في المناوب الشعبية. عمار هويدي في كتيبة في غريان في فترة معينة كان معاون أمر كتيبة سحبان، ثم بعد ذلك أصبح ضابط في كتيبة بانية في غريان. أيضا ناصر البسيكري، مقدم ناصر البسيكري كان متمركز في الكفرة، هو من أصل من الكفرة، وكان أيضا استمر في العمل في الكفرة. أيضا في هناك اثنين من الضباط تم مفاتحتهم، محمد العمامي والمنصر البسكري. هذه المجموعة اللي تم مفاتحتها من قبل العقيد مصطفى بن قاسم. حنخشوا في تفاصيل على الأقل المجموعة الأولى، كل منهم في أي كتيبة، مثل الرائد عبدالله الواعر كان آمر كتيبة مدفعية في ترهونة، سالم العكرمي زي ما قلت لك كان آمر كتيبة 52 في باطن الجبل قريب من العزيزية، سالم الواعر ومفتاح بحر في كتيبة الميمطاء حرس جمهوري، الحرس ليس هو الحرس الجمهوري، الحرس. من رمضان نصر كان في عمليات الحرس، هذه المجموعة الأولى، وسالم أو عبد السلام الواعر كان في كتيبة علي بن أبي طالب لواء الردع. كيف كان يتم تحديد الاختيارات لما تكون فيه توجه لضابط معين اللي مفتحته الآن بالموضوع؟ على أساس العلاقة، ثقة مثلا، وإلا على أساس الموقع المركز اللي هو موجود فيه؟ لا، هو العامل الأول عامل الثقة، لأن زي ما قلت لك بالنسبة لأي واحد تتكلم معاه في موضوع مثل هذا، نقطة واحدة، يا أما معاك يا أما هيبلغ عليك، يا أما كانها في بعض منهم لا يستطيع أن يتحمل الخبر نفسه في حد ذاته. عملية التبليغ أو عملية المفاتحة لا تتم على مرحلة واحدة، تتم على مجموعة مراحل، وتتم على معرفة دقيقة للشخص. وأيضا كان الأهم، حتى في ناس واجدين في ثقة فيهم وفي علاقة كويسة،
ولكن كان غيره قادرين على أنهم يؤدوا دور، فمش لازم فتحته. فلما نشوف التركيبة في المجموعة هذه بالكامل كانت مجموعة تملك القدرة على أنها تحت منها كتيبة أو سرية، وكتيبة من كتائب الحرس أو من كتائب الفوج التاسع أو من كتائب الردع، وبعدين كلهم كتائب تملك أسلحة وذخيرة. وفي أوقات معينة هذه القوات أو هذه الألوية أو هذه الجهات حتى تحركها يعتبر تحرك شرعي في حالات لما في رفع حالة الطوارئ، في مثل ما صار في الغارة، كان هذه التشكيلات تتحرك في داخل مدينة طرابلس. يعني يمكن نقول أن كان في عاملين هم اللي حددوا المسألة، عامل الثقة وعامل القيمة المضافة اللي حققها الضابط اللي حينضم للتحرك. بالضبط. علاقة الضابط بالنظام في وقتها، هل عنده مشاكل مع النظام؟ هل علاقته جيدة؟ هل عنده اتصالات مع قيادات من الدائرة الأولى حول النظام؟ هل كانت هذه المسألة داخلة في اعتباراتكم؟ بكل تأكيد، أنت لما بتجيب تخاطب أي واحد من بتكلمه في موضوع في حياة وموت، لازم يكون على يقين أنه ليس له علاقة تواصل مع جهاز المخابرات أو مع قيادات النظام. فيه أسماء في النظام من يحتك بهم يبقى محل شبهة باستمرار، فهذه واحدة من الأشياء تأخذ بعين الاعتبار وتأخذ في أولوية عالية جدا جدا. الجانب الأمني في تبليغ كان يأخذ بعين الاعتبار وبدرجة عالية من الأهمية. العمل بدأ في السنة 91، في العام 91. لا التبليغ اللي بدأ في التفكير وفي كان في أواخر ثمانينات 89. لا نقصد الخطوة العملية الأولى. الخطوة العملية الأولى أنا حقيقة أعتبرها مجرد المفاتحة العقيد مصطفى بن قاسم، بدأت العجلة تدور. وكان اللي حصل في سوريا. هذا هو بدأت بعدها كل الترتيبات تمشي. كان في سنة 91. كان 90-91. ما نقدرش نحدد، لكن الدور اللي كان في 91. من اللقاء سوريا يمكن القول بأن العملية انطلقت. العملية انطلقت وبدأ فعلا. صحيح أن جزء من الإخوة اللي تم تبليغهم في منهم من هو عند الإشارات مسبقة بالنوايا، لكنها بدأت فعليا بعد لقاء دمشق. كيف تصل هذه الإشارات بالنوايا؟ يعني كيف يمكن أن يفهم ضابط أن هناك نية لعمل بهذا الحجم دون أن يتم الحديث إليه بشكل واضح وصريح؟ هو لكل شخص آلية معينة للتعامل معه. يعني في فرق بين تتكلم مع شخص، في بعض الناس لازم تتكلم معهم مفتوح، وفي بعض الناس يجب أن ترفع درجة الحس عنده إلى مستوى معين حتى تتأكد أن في حالة تبليغه بالخبر هذا يبقى عنده قبول. يعني موضوع نفسي وموضوع معرفة الأشخاص كيف تقدر تتعامل مع كل شخص بآلية محددة. لو تتبعنا بعض الشخصيات اللي ذكرتهم، المقدم محمد اللافي كان عنده وضع خاص، كان في مشكلة متعلقة بهذا الضابط بينه وبين أحد قيادة النظام أو الحقيقة لا يوجد لأحد من الضباط على الأقل اللي ذكرتهم حاليا لا توجد عنده مشاكل مع النظام نهائيا، لا على مستوى الحياتية ولا على مستوى الجانب الأمني. لذلك كل الضباط أخذوا القرار بأنهم يكونوا جزء من هذا العمل على بعد تراكمات طويلة. يعني مثلا جبت المقدم محمد اللافي ضابط مدفعية، اشتغل مدة طويلة في الكفرة في فترة، وأيضا كان متواجد في تشاد أكثر من مرة. فالإشباع الداخلي في عند المقدم محمد كان موجود بشكل كبير جدا، ان الوضع لا يمكن تحمله، وبعد بالذات بعد هزيمه تشاد اصبح غير قادرين الضباط اللي عاشوا هذه الاجواء غير قادرين على تحمل هذا النظام، استمرارية النظام. ولذلك اتخاذ القرار كان بالنسبه لهم سهل وليس قرار مفاجئ، قرار مبني على تراكمات طويله. المقدم استوي مفتاح، مقدم الشيوخ مفتاح لمعلوماتك انه كان مقدم الشيوخ مفتاح كان في الحرس، وشخصيه الحقيقه مر بمجموعه من المراحل
في القرب من النظام. وأنا أمس في أحد اللقاءات قلت لك كل ما قربت من النظام، كل ما اكتشفت عيوب النظام، وكل ما اكتشفت مساوئ النظام. المرحوم مفتاح الشتوي مفتاح عاصر النظام بشكل كبير جدا، وأيضا من مدينة سرت، يعني على الأقل جزء كبير من ضباط الجداد اللي موجودين في المجموعات الأمنية أو في الوحدات الأمنية يعرفهم معرفة مباشرة. وكان رجل شجاع، وأيضا في بعض الأحيان قد يحسب كان جزء من المجموعة القريبة من النظام، وحتى في التحقيقات كانوا يعتبروا فيه أنت عارف كل شيء. هذه الكلمة اللي قالوا أنت عارف كل تفاصيل النظام الداخلية، فأنت حتى لما طلبوا أن يطلق سراح قالهم هذا القذافي بالحرف واحد، قالهم هذا الوحيد اللي يقعد، لأنه كان عارف كل شيء واستغل كل معرفته في تكوين النظام. قد يكون في بعض الصور المرسومة عن بعض الضباط، يعني قد تكون هذا محسوب على النظام، هذا لا، هذه كانت سلوك معين لبعض الضباط أنه حتى يبعد الشبهة عنه لازم يكون هناك غطاء أنه هو قريب من النظام. لكن يظل التفكير حول أي مستوى من الدوافع يشكل هذه الإرادة لدى الضباط مع حجم المخاطر اللي موجودة، لأنه يعني نتكلم عن فترة بداية التسعينات والرتبة في ليبيا كانت عزيزة، يعني لما تقول مقدم أو عقيد يعني رجل وصل درجات، ما ممكن السيارات متوفرة، ممكن بالسواق متاعها، ممكن الخدمات كلها مقضية حتى بدون أن يتحرك هو لقضاء حوائجه عن طريق ربما حتى التليفونات، يعني في وضع خاص لهؤلاء الأشخاص. أي درجة من الدوافع تشكل الإرادة للتحرك ضد النظام مع هذه المخاطر واحتمالية خسارة هذا المركز وهذا الموقع اللي كان يتمناها أي حد في تلك المرحلة؟ خلي أقول لك حاجة قبل كل شيء تكون عندك واضحة وعند المشاهد واضحة. العمل من مجرد دخول فيه يا أما موت يا أما الوصول للهدف، ليس هناك خيارين ثانيين، يا أما نحن نموت من أجل يعني طريقنا في هذا طريق موت أو طريق نجاح. فلما تجيني لا أنا قلت لك لما تحط كل اللي قلت أنت، هالحياة الجيدة، هالمستوى، هالمكان الاجتماعية، هالمكان العسكرية، هذه كلها عندما تضعها في ميزان المسؤولية اتجاه الوطن تبقى لا تمثل أي شيء. ولذلك كان الدافع، وهذه بقوة، كان الدافع وطني. وحتى هذه المجموعة بالكامل استمرت سنوات لم يكن هناك لقاء لا بالمعارض الليبي في الخارج، ولم يكن هناك لقاء بأي طرف تاني، ولم يكن العمل إلا مبني على المجهودات اللي تمكننا من الوصول إلى الهدف. الضباط أغلبهم، يعني أغلب الضباط اللي موجودين لم يعانوا من مشاكل، لا مشاكل أمنية مع النظام ولا مشاكل حياتية مع وأيضا كمكان اجتماعي، الكل جزء كبير كان عنده مكان اجتماعي عالي جدا جدا. لا نستطيع أن ناخذ في اعتبارنا الرؤية اليوم بالواقع اللي كان في ذلك الوقت. هزيمة تشاد، دخول ليبيا تحت الحصار، كان دافع قوي جدا جدا يدفع لأي صادق أن يموت من أجل أن يغير هذا الواقع. كيف كان التصور لديكم الآن؟ هل فيه رؤية واضحة لما تودون فعله الآن؟ شكل التخطيط، هل كان في أذهانكم ما الذي سيتم عمله وعلى هذا الأساس تم وضع مرحلة التخطيط ثم مرحلة تالية تكون مرحلة التنفيذ، أم أن المسألة مسألة مبادرة وبعد ذلك يتم التعامل مع الأمور كيف ما تأتي؟ هو ما فيش تقدر ترسم سيناريو متكامل وانت في عمل محفوف بالمخاطر، مع كل مرحلة قد تضطر إلى تغيير جزئيات معينة في التعامل. ماشي. البرنامج كان يعتمد اعتماد كلي على الوحدات القادرة على التحرك بالذات في داخل طرابلس. يعني أنا لما نجي الآن نتكلم على الكتائب اللي كان ضباط منها موجودين في التنظيم، كل الكتائب من صبراتة إلى عند مصراتة إلى عند الخمس إلى عند ترهون، بالإضافة إلى عندك كتيبتين أو ثلاثة داخل مدينة طرابلس. هذه الكتائب كتائب تتبع يا أما تتبع الحرس، يا أما تتبع الردع، يا أما تتبع الفوج التاسع. وكل هذه الكتائب
يعني يا اما موجود ضابط عمليات سيها، ضابط العمليات تاع زي ما موجود الميمطا كان فيها اثنين من الضباط مفتاح بحر ضابط العمليات وسالم الوعر احد ضباط الكتيبه. الكتيبه مدفعيه ترهونه كان امر الكتيبه، كتيبه 52 امر الكتيبه سالم العكن، كتيبه مشاة طرابلس كان امرها محمد عبد الرحمن، كتيبه صبراته كان امرها علي حسين. عندنا اثنين ضباط ثانيين موجودين في كتيبه المدفعيه في الخمس، وكتيبه الكتيبه 52 في الهيره. فهذين الكتائب في من الناحيه العسكريه من الناحيه القدره على التحرك قادره بكل بساطه على السيطره على طرابلس. يتطلب وجود المناخ لتحرك هذه القوة، لتحرك هذه الكتائب. جزء من الكتائب وبالذات زي الكتيبه ميمطا كانت متمركزه في معتيقة، متمركزه في مطار طرابلس، وايضا متمركزه في غرب طرابلس. يعني هي اصلا موجوده في الموقع اللي المفروض يكون يعني هدف التحرك. طيب على هذا الاساس مستوى الانجاز، يعني انت الان تسمي في كل هذه الكتائب، كم استغرق الامر حتى يصل العمل الى هذا الحد، ضم كل هؤلاء الضباط واعتبار كل هذه الكتائب في داخل الحركه؟ خلي نقول لك شيء معين. التنظيم في او التنسيق بين الضباط في المجموعات هذين كان يصير بهدوء بدون تسرع، لان اي خطا كان يكلف الكثير. كان هناك بعض النواقص كان كنا نشتغل عليها، بعض التكميلات اللي هي ليست نواقص ولكنها تسهل العمل ايضا كنا نشتغل عليه. العمل فعليا اللي بديت تحرك من 90 الى 93 حوالي تقريبا 3 سنوات وشويه، كان وقت طويل بالمقاييس الزمنيه ولكنها بالمقاييس العسكريه يعتبر نوعا فيه ثبات. كيف كان مستوى الانجاز خلال السنوات الثلاثه هذه؟ يعني كان جيد. انا نقول لك السنه الاولى السنه الثانيه السنة، يعني كيف كانت درجه الانجاز اللي تم كل الشغل وصل الى المرحله هذه في بدايه 92. يعني بدايه 92 بدا العمل شبه وصل الى مرحله الرضا على ان عندما تخلق المناخ، وحتى سلني على هذه، المناخ المناسب للتحرك سيكون المجموعه قادره على السيطره على النظام. ما المقصود بالمناخ المناسب للتحرك؟ هذا يحيلنا حتى للسؤال عن نوعيه الاهداف وكيف سيكون التحرك الان. الاهداف زي ما حكينا نحن، النظام عنده مراكز معينه تمثل اهميه كبرى، وعلى سبيل المثال الحصر، مخازن الذخيره، البريد، الإدعاء، هذين كان يمثل بالنسبة للنظام أهمية كبيرة. كان السيطرة عليهن على الأماكن هذين يتم من خلال لواء الحرس، وهنا عندنا أكثر من كان حمايتهم مكلف بها لواء الحرس، وكان أيضا الهدف في الوصول إليهم أو في السيطرة عليها أيضا يتم من خلال الحرس، بحيث أن ما فيش قوات مخالف الحرس هي اللي تدخل على او هي اللي تنفذ المهام. المناخ، يعني نجيب لك نموذج معين. في يوم الغاره رفعت حاله الاستعداد الطوارئ عن كتائب اللي تعتبر نوعا ما كتائب ذات اهميه امنيه. في هذا بدا القدره لهذه الكتائب بالتحرك من مكان لمكان دون ان يكون هناك وهذا اللي كان الهدف الأساسي في خلق مناخ يسمح أو تبدأ القرار يأتي من قيادة الجيش أو من القذافي أن ترفع حالة الطوارئ وتبدأ هذه الكتائب قادرة على التحرك وسيتم استغلال هذا الطرف. يعني أنتم كنتوا تستنوا في ظرف معين يسمح بالحركة دون لفت الانتباه. دون لفت الانتباه، وليس الانتظار بقدر ما هو محاولة خلق. وهنا في مجموعة سيناريوهات كانت نموذج. أنا ليش جبت لك الغارة؟ لأنها كان خير نموذج. كان أيضا في قضية لوكربي
كان قاب قوسين أدنى، وأنا أمس قلت لك كان قاب قوسين وأدنى من أن تسقط النظام. وهنا معنى كلمتي أمس لكلامي، لأن مجرد أي خطوة من الأمريكان سيقابلها رفع حالة الطوارئ في الجيش أو في الجهات هذه، ومن ثم سيتم استغلال هذه الحالة بهذه الكيفية. في النهاية رغم كل هذا العمل اللي أنجز ومستويات الإنجاز اللي حصلت، لكن اكتشف نظام الحركة قبل التنفيذ. خلي نرجع بيك لباقي المجموعات اللي تكونت. لو احتسبنا المجموعة هذه سواء كان العقيد مصطفى بن قاسم والضباط اللي معاه، أو مجموعة عبد السلام الواعر واللي هنا جزء منها، هذه كانت تشتغل بعيدة عن كل البعد عن الأنظار. لما دخل المجموعة اللي التقت بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا من خلال الدكتور محمد المقريف، المجموعة الثالثة وهي كانت تمثل خليل الرائد خليل الجدك، العقيد مفتاح قروم، والعقيد أو الرائد رمضان العوري. هذه كبداية تكوين مجموعة، واللي التقوا مع 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 الجبهة في سويسرا هنا دخلت مجموعة جديدة اللي هي مجموعة العقيد مفتاح، والتقت مع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا من خلال الدكتور محمد المقريف، وأيضا من خلال العقيد خليفة حفتر في ذلك الوقت. عندما وضحت أو تبينت للاثنين، للدكتور المقريف ولي العقيد خليفة حفتر، أن هناك إمكانية، لأن كان هناك يأس في المعارضة من وجود أي شغل داخل ليبيا. لما التقوا بالرائد خليل الجدك بدأ نما عندهم الشعور بالأمل أن هناك أن بإمكانية عمل داخل. وهنا رجع الرائد خليل الجدك لليبيا، واستمروا في توسيع المجموعة بتاعت الرائد خليل الجدك اللي هي مجموعة العقيد مفتاح قروم، وأيضا تم إيعاز بتكوين مجموعة المنطقة الشرقية. في ذلك الوقت كان العقيد خليفة حفتر على تواصل بشكل أو بآخر مع المقدم مصطفى حبيل اللي هو كان في ضابط مدفعية في جدابية، لكن كانت المكالمات باعتبارها تتم مباشرة كان الحديث غير. لما رجع الرائد خليل تواصل أو تم ربط الرائد أو المقدم مصطفى حبيل بالرائد خليل الجدك، وبدأت الربط بين المنطقة الشرقية وبين المنطقة الغربية. لكن نتيجة الحركة السريعة في هذه المجموعة، مجموعة الرائد خليل والعقيد مفتاح للروم، بدأت عدم الحرص على الجانب الأمني يأخذ بشكل كبير. الرائد خليل كان يتحرك بسرعة، يتحرك بنوع من عدم أخذ الجوانب الأمنية بالشكل الكافي. أولها كان اللقاء في سويسرا لم يكن مأخوذ بالشكل الكافي. حنرجع معك لتفاصيل اللقاءات في الخارج مع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، لكن خليني بس نسألك الآن، لأن فيه معطى جديد ظهر في الصورة أو في المشهد، وهو أن المجموعات تعددت، أصبحت أكثر من مجموعتين وبتنسيق بين شخصين، كل واحد منهم يقود مجموعة. كيف بين أربع مجموعات كان يتم في تنسيق؟ يعني عندما تقرر بالنسبة للمجموعة الثالثة أن يكون في اتصال بالخارج، هل تم إعلامكم بهذه المسألة ووافقتوا أو خلي نقول لك أمتى دخلت المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة؟ المجموعة الثالثة دخلت في 93، يعني في الجزء الأخير. يعني أنت تحكي على مجموعة تشتغل من 90 لبداية 93، هناك كل التنسيق بيناتها. وأنا هنا أحكي على مجموعتين، رغم أن هي في الأصل كانت مجموعة واحدة، هي كانت تنظيم واحد، لكن بعدين ضرورة العمل تتطلب باعتبار أن العقيد مصطفى عنده تأثير على ضباط معينين، ويبي يفاتح ضباط معينين
هو مش لازم حتى في الطبيعة في أي تنظيم عسكري مش لازم الكل يعرف البعض يعني مش لازم البعض يعرف الكل. فهنا لما المجموعة هذه اشتغلت بتنسيق كامل بوقت كامل بكل الاحتياطات الأمنية، كان اللقاءات تتم في نطاق ضيق بين 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 العقيد مصطفى وبين طرف من المجموعة الثانية. كان كل مجموعة عندها دورها واضح، مش شرط ان كل يعني مثل المجموعة اللي كنت فيها هنا ما كانش العقيد مصطفى بالقاسم يعرف كل تفاصيلها نفس الكيفية. تنظيم العقيد مصطفى بالقاسم ما كناش نعرفوه بالكامل، نعرفه العقيد مصطفى بالكامل عقيد مصطفى بالقاسم وخلاص، بس من معاه ما نعرفش. يعني انا محمد اللافي ما عرفتش الا بعد ما طلع اسمه في التحقيقات او تم الحكم عليه. عمار هويدي كان شخصيه معروفه، كان في فتره معينه معاون سحبان، وثم انتقل الى المنطقه الدفاعيه او المنطقه العسكريه غريان. نفس الكيفيه ناصر البسكري ما في حد يعرفه نهائيا لانه مقيم في في, في الكفره. فهذه الاسماء مش لازم يعرفها، مش لازم نعرفوها لان طبيعه التنظيم تتطلب هذا. كيف 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 استمر التنظيم من 90 الى 93 دون يفضح دون ان يتسرب منه شيء؟ نتيجه الحرص الكامل في الجوانب الامنيه، لدرجه ان في التلفونات ما فيش اتصالات نهائيا نهائي، استخدام التلفون غير مسموح، اللقاءات في نطاق ضيق بين 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 حلقات الوصل لا اكثر ولا اقل. فهذه اخذت الاعتبار لما جاء المجموعه اللي التحقت في بدايه 93 وارتباطها بجسم ليبي خارج الارض. ايضا لقاء في 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 مناطق مفتوحه في فنادق دائما عرضه للخرق الامني باستمرار. تعتقد بان سبب معرفه النظام بالحركه جاء من الخارج وليس من الداخل؟ لا، هو نحن اللي عندنا حتى نكونوا صادقين ان نحن عندنا بعض الضباط تم مفاتحتهم وتم ذكرهم في التحقيقات ولكنهم لم يستدعوا للتحقيق. لو نحن عندنا ضباط تم مفاتحتهم ولكن ما ذكروش في التحقيقات، يعني في لان معظم بعض الضباط اللي يعرفه شخص واحد وتحفظ عليه، وهذه موجوده في كل المجموعات مش غير في المجموعات، حتى في المجموعات الثانيه اللي هي في بعض الناس ما يعرف شخص واحد لم يتم لأنه كان بالإمكان شخص تختبئ. لكن لما يظل شخص معروف أكثر من في أكثر من 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 أكثر من مجموعة، هذه هي وين صار عمليات القبض، وهذا وين تمت القبض. الاختراق من جانبين، أنا أقول لك أنا ما زال عندي يقين أن هناك الجانب الخارجي كان له دور لعدم أخذ الترتيبات الأمنية الكافية، أيضا الاختراق من خلال بعض الضباط اللي تم مفاتحتهم، وهذه على الأقل المجموعة اللي ذكروا في التحقيق ولم يقدموا للمحاكمة. لم يقدموا المحاكمة، تعتقد أن هؤلاء هم من سربوا المعلومات في الداخل؟ بأثناء التحقيقات اللي اطلعنا عليها واللي كان النظام قد بثها تلفزيونيا، ركز التحقيق حسب ما ظهر في المشاهد اللي تم عرضها على أن الحراك لمدينة بني وليد أو لقبيلة بني وليد، وأنه لم يكن يمثل كل ليبيا، يعني كان في تركيز مثلا عن عبد السلام الواعر، عبد الله الواعر، سالم الواعر، خليل الجدك، ضو الجدك. هل كان فعلا للتنظيم صبغة قبلية أم أن هذا واقع فرضات الظروف الحاجة للثقة في المفاتحات ونشر الفكرة؟ أنا أرجع مرة ثانية لسبب مهم جدا جدا. الصورة اللي رسمها القذافي عن ورفلة كان صورة دائما قاتمة عند الليبيين، أن النظام محمي بقبيلة ورفلة، وهذا خلق نوع من رد الفعل ايضا عن اتجاه بعض ضباط ورفلة. يعني أنا لم يكن هو الاساس ولكن كان دفع. لو نرجع لقائمه المحكوم عليهم
أو المقبوض عليهم في قضية 93 91 نجد أن عدد ورفلة صحيح عدد جيد، لكنه مقارنة بالعدد الكلي يعني لما نتكلم على ناصر بسيكري من أقصى الجنوب، ونتكلم على رمضان عطي الله من طبرق، ومحمد غيط من طبرق، ونتكلم على محمد اللافي من الزاوية، ونتكلم على مصطفى بالقاسم وعبد المرحوم عبد المجيد الككلي من ككلة، لما نتكلم على هذا نتكلم على كل ليبيا. مصطفى القاسم كان وصولا من مدينة ككلة، من مدينة ككلة. عبد المجيد صويعي أو مع عبد المجيد الككلي الله يغفر له رحمة من ككلة. بالنسبة لمصطفى حبيل زويي، عيلة غيت اللي عندهم ثلاثة اللي هو محمد غيت من 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 أقصى شرق ليبيا، عبد الرزاق الناظوري من المرج، بالإضافة إلى مجموعة من بغازي. فكان التوظيف هذا نظام يريد أن يشوه كل الأشياء اللي تعمل ضده. فواحدة من الأشياء اللي لقاها سهلة هي إنهاء الدور لورفلة بهذا الشكل حتى يفسح المجال للقذافة بأنهم يكونوا أكثر 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 سيطرة في كثير من الأماكن. في التحقيقات أيضا ورد إقرار من بعض الضباط المعتقلين بوجود اتصالات مع الولايات المتحدة. هذا أنت تبيني نخش في موضوع اللقاء اللي تم في سويسرا. اللي تم في سويسرا كان اللقاء المفترض أن يمشي للعقيد عقيد تحقرو، ولأسباب تكتيكية وأمنية أرسل الرائد خليل الجدك لهذا اللقاء، وكان المفترض أن اللقاء يتم بين الرائد خليل الجدك وبحضور سعد مصباح والدكتور محمد المقريف. هذا كان ترتيب اللقاء بهذا الأساس. كيف تم ترتيب اللقاء؟ عن طريق من؟ عن طريق سعد مصباح اللي هو متواجد في إسبانيا وأيضا عضو من الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. لما مشوا اللقاء، رائد خليل مشى للقاء الأول وتفاجأ بأن أو على الأقل وجد العقيد خليفة حفتر، حسين سفراك موجودين في 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 نفس المكان. بالإضافة إلى بعد اللقاء الأول تفاجأ من دكتور محمد المقريف أن هناك شخص أمريكي يريد أن يتقابل مع الرائد خليل. الحقيقة في البداية كان الرائد خليل رافض، ولكن نتيجة الحاح وجد أن نفسه أن الدكتور محمد كان في موقف محرج، فخليل وافق على اللقاء، وافق للعلم، وافق للقاء بدون أن يكون حتى العقيد خليفة ما كانش عنده علم بترتيب اللقاء. هذه على الأقل الكلام اللي أنا خذيته مباشرة سواء من العقيد خليفة أو من خلال الرائد خليل الجدك في ذلك الوقت. لما صار اللقاء طبعا تفاجأ الرائد خليل أن تم تقديمه برتبة العسكرية للشخص الأمريكي، وأن بدأت في أسئلة على معلومات لها علاقة بمعلومات عسكرية. هنا الرائد خليل رفض أنه هو جاي، مش جاي لهذا الموضوع، هو جاي لموضوع وطني أكثر من أي شيء ثاني. ربما هنا وين اكتشف الأمريكان، أو على الأقل حسب معرفتي أن الأمريكي لما جاي على علم أن هناك عسكريين جايين وأن بالإمكانية الاستفادة منهم في معلومات، وأيضا على أن هناك عمل يرتبط بهؤلاء الضباط طبعا. لكن لأن العقيد اللي كان المفروض يكون موجود في هذا اللقاء العقيد مفتاح قروم، لكن العقيد مفتاح قروم مناورة عسكرية دارها، بعت الرائد خليل وهو كان موجود في الأردن لتتبع اللقاء من الأردن. هذه بداية اللقاء، هذا اللقاء الوحيد اللي تم، ولم يكن هناك أي لقاء تاني. أنت سألتني مسبقا هل
اللقاء كانت علم باقي المجموعات اللي هو على الأقل مجموعة العقيد مصطفى بن قاسم والعقيد أو المجموعاتنا نحن، لا، لأن في ذلك الوقت لم يكن هناك مجموعة ثالثة نهائيا، يعني لم تكن مجموعة الرائد خليل واللي معاهم مفتاح قروم، وربما كان العدد في ذلك الوقت اثنين، خليل رائد خليل والعقيد مفتاح قروم هم الوحيدين اللي بادين في الظن. ما التحرك تم بعد اللقاء الأول، الاثنين كان عندهم علم بوجود مجموعتين لا لم يكن عندهم علم نهائي في ذلك الوقت، يعني اللقاءات بالخارج تمت قبل معرفة المجموعات، معرفة المجموعة تمت عن طريق الرائد خليل لما اتصل يبي فاتح العقيد مصطفى بن قاسم بأنه هو بيكون تنظيم. هذا وين تم معرفة أن هناك مجموعة، مجموعة العقيد مصطفى ومجموعة، بس في وجه غرابة هنا، يعني أن خليل يختار العقيد مصطفى بن قاسم على وجه التحديد ويفاجأ بأنه هو أساساً يعمل على الموضوع من أكثر من سنتين، يعني وكأن فيه جزئيات غايبة في لأن العقيد تقديم الصورة على هذا الشكل. لا، العقيد مصطفى وخليل دفعة واحدة، متخرجين من دفعة واحدة، وحتى لما تلاحظ أن معظم المجموعات من دفعات يا أما نفس الدفعة يا أما دفعات قريبة من بعض. أيضاً ثقة الرائد خليل في مصطفى، يعني العامل الثقة وعامل الأهمية، لأن العقيد مصطفى كان ماسك مدرسة المخابرة، وهي تحتها لمعلوميتك تحتها كل أجهزة المخابرة في ليبيا، أيضا عندها قدرة على إنشاء إذاعة في أي وقت يشاء، وهي سلاح كان مطلوب في ذلك الوقت لأي تحرك عسكري، كان مطلوب في لحظات معينة تكون عندك خطة احتياطية للإذاعة لو يتم قفل الإذاعة. فهذا السبب الرئيسي، إنه هو لأن من نفس الدفعة. حاجة تانية، أهمية العقيد مصطفى كمخابرة، وأيضا الجانب الثقة، هذين الثلاثة توفرا في لحظة معينة. قد تقول ليش يختار مصطفى؟ لا، هو بس لأن مصطفى بان حاليا، لكن خليل شاف مجموعات تانية، خاطي أبو عجيل الحبشي، أحمد الدعيكي، جمال الدهماني، مجموعة من الضباط الثانيين. طيب، أبلغ العقيد مصطفى أن في اتصال بالخارج من أول لقاء؟ لا، هذا ما عنديش به علم، لكن بالنسبة لي بان بعدها، بعد اللقاء الثاني، بان أن خليل التقى بمجموعة من الخارج. طيب، أنت الآن قدمت رواية مختلفة عن رواية تقدم فيها الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، على الأقل في تقرير الجبهة، وأيضا في لقائنا مع الدكتور محمد المقيري في الشاهد سابقا، اللي يقول بأن كان فيه اهتمام من جانب المجموعة الضباط اللي في الداخل على الأقل معرفة موقف الولايات المتحدة الأمريكية من افتراض وجود تحرك في الداخل ورغبة بعض الضباط في الانقلاب على القذافي. أنا خلينا نقول لك، المجموعة لما طلعت للقاء مع الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وباللقاء بالتحديد مع الدكتور محمد المقريف، كل النقاشات اللي صارت نقاشات ليست بالشرط أن تكون هي المطلوب، لكن أنا نقول لك النقاش اللي صار في عندنا احنا في 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 في, في داخلنا، كان بعد 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 وبعد معرفة أن هناك تم لقاء مع الجبهة الوطنية، كان هو تسهيل عملية الاعتراف في حالة نجاح التنظيم. هذه هو كان الجانب الأساسي، باعتبار وحتى حقيقة باعتبار أن نحن عسكريين رؤيتنا السياسية لن تكون بالمعنى المتكامل، هناك طرف ليبي يملك رؤية سياسية، ولذلك الاستعانة به كانت هذه المبررات اللي خلقت الاتصال بالخارج أو خلقت الاتصال بالجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. لذلك قلت لك، لأن اللقاء الأول كان المفترض يكون المقريف، لم يكن وجود العقيد خليفة حفتر جزء من اللقاء، لو كان أصلاً جزء معناها هناك عمل، هناك تفكير عسكري، لكن كان اللقاء سياسي بالمعنى الاستفادة من التجربة السياسية للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أو للمعارضة الليبية بالخارج. لأن عملية الجبهة اختيرت لأن من كان رتب عملية التواصل كانوا اثنين من أعضاء الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، اللي هم سعد مصباح، وأيضا الشخصية اللي غير ظاهرة اللي وهي المرحوم منصور قرجي. منصور قرجي هو اللي
هو اللي أثر تأثير مباشر على العقيد مفتاح وعلى فكرة الانقلاب في 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 73. وفق رواية الدكتور محمد المقالي في كان هناك نقاشات وطلب حتى من الضباط اللي كانوا يلتقوا في اجتماعات الخارج، طلب ربما حتى لبحث إمكانية مساعدة الجانب الأمريكي بتنظيم عمل إنزال على الشواطئ أو تقديم دعم بشكل ما في حال تحرك في الداخل. يعني الآن في تناقض كامل بين الروايتين. أنا مش في باب الرد على من قال، أنا أقول لك شن هو اللي موجود عندي وشن هو اللي موجود عندنا إحنا كتنظيم. لم يكن هناك نية ولا أي مطلب بدخول أي طرف حتى الأطراف الليبية. كان هناك جزئيتين، الجزئية الأولى في الاعتراف الدولي في حالة نجاح التنظيم، وتقول لي الآن أنجح وبعدين خليه يعترفوا بيك، لا، لأن هذا كان التفكير. الحاجة الثانية أن الرؤية السياسية عندنا إحنا كعسكريين لم تكن متكاملة، لم تكن كافية، ولم تكن في نظرنا، بعدين تبت العكس حقيقة. يعني كنا نرى أن نحن هناك عندنا قصور في الجانب السياسي. ثبت العكس بمعنى؟ بمعنى أن نحن كان عندنا الحد المطلوب في العمل من الجانب السياسي لإدارة الوضع بعد النجاح. طيب أدخل معك في تفاصيل الحديث عن الاتصال حركة أكتوبر بالخارج مع بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أشكرك في ختام هذه الحلقة لواب الجيش الليبي محمد بشير، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا في أمان الله.